السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مسمام التعليمية نرد أصدقائي هنذاكر مع بعض درس جديد من دروس الماس بعنوان Standard Form and Expanded Form وكمان هنحل مع بعض بعض الأكتيفيتيز الخاصة بيهم بعد كده هنشرح مع بعض Standard Form and وورد Form وكمان هنحل مع بعض الأكتيفيتيز أو الأنشطة يعني الخاصة بيهم هنبدأ الأول مع بعض أصدقائي بشرح Standard Form and Expanded Form، قبل ما نبدأ يا ريت نعمل لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد، يلا يا أصدقائي نبدأ درسنا مع بعض، في البداية لازم نبقى عارفين يا أصدقائي إن the number الرقم can be written in different forms، يعني الرقم ممكن يتكتب بطرق مختلفة أو بأشكال مختلفة. هناخد مع بعض أصدقائي ثري فورمز تلات أشكال هنكتب بيهم النمبر أول حاجة زي ما قلنا قبل كده ستاندرد فورم تاني حاجة عندي اللي هي اكسباندد فورم تالت حاجة عندي اللي هي وورد فورم هنبدأ مع بعض ذا فيرست واي أو ذا فيرست فورم اللي هو ستاندرد فورم ده أصدقائي بيكون شكل النمبر لما بيكون ستاندرد فورم ده عندي بيكون شكل النمبر زي ما شايفينه كده يا أصدقائي هنا عندي كل نمبر فيهم هيبدأ يقدم نفسه ويعرف نفسه لينا، هنا عندي نمبر 7 بيقول I am in the place يعني أنا أكون في خانة المئات يبقى يعني عندي هنا نمبر 7 موجود في خانة المئات عندي النمبر اللي بعده هنا نمبر ثري بيقول I am in the tens place يعني أنا أكون في خانة العشرات زي ما شايفينه هو قاعد في النص يبقى اللي على الشمال دي خانة الهندردز اللي في النص ده التينز عندي هنا على اليمين نمبر 8 بيقول I am in the ones place يعني أنا أكون في خانة الأحاد طبعا الخانة اللي بتكون أصدقائي أول خانة اول او في اول مكان ده اسمه الوانس نقول كمان يبقى نبدا بالشمال هنا عندي هاندردز اللي هو نمبر 7 عندي 3 موجود في تنز تنز بليس في خانه المئات عندي نمبر 8 موجود في خانه الوانز اللي هي خانه الاحاد ده يا اصدقائي عندي بيكون شكل ستاندرد فورم تمام يبقى ده شكل أصدقائي ستاندرد فورم، يعني الرقم بيكون زي ما هو، يعني زي شكل الرقم بالظبط، ده عندي الرقم بدون تغيير زي ما شايفينه كده، دي عندي أول حاجة اللي هي ستاندرد فورم، تاني مع كده أصدقائي عندي The second Way أو The second Form عندي الطريقة التانية أو الشكل التاني اللي بنكتب بيه النمبرز بنكتب بيه الأرقام اللي هي إكسباندد فورم دي يا أصدقائي بنعمل فيها إيه؟ إحنا بنجيب اللي هو الستاندرد فورم اللي هو الرقم الأولاني أو شكل الرقم الستاندرد Form أو الرقم القياسي يعني بنجيبه بنعمل له عملية إكسباندد يعني إيه؟ يعني بنوسعه يعني إيه؟ يعني بنمد الرقم يعني بنفك الرقم. يعني عندي في الستاندرد فورم النمبرز الارقام كلها بتكون جنب بعضها يبقى عندي النمبرز الارقام كلها بتكون جنب بعضها اما عندي في expanded فورم زي ما قلت بنوسع الارقام من بعض يعني بنفك الارقام يعني مثلا هنا عندي مثال عشان نوضح كلامنا اكتر هنا عندي نفس النمبر اللي هو 738 يلا نعمل له اصدقائي اكسباندد فورم طبعا ده شكل الستاندرد فورم هنعمل له اكسباندد فورم هنقول هنا عندي السفن يا اصدقائي قلنا عليه موجود في خانه ال يعني بنحط له اتنين زيرو او دبل زيرو يبقى عندي ال بتساوي طبعا دبل زيرو هنكتب هنا سفن وجنبها اتنين زيرو او تو زيرو او دبل زيرو طب عندي هنا نمبر 3 3 بيكون في خانه التنز بكام ب30 يبقى هنا هنكتب 30 يبقى هنا عندي 700 بلس 30 بلس هنا عندي 8 في خانه ال 1 بتكون زي ما هي ب8 تمام يا اصدقائي يبقى هنا عندي ده شكل بيكون اكسباندد تمام يبقى بنفكه زي ما قلنا كده بنفكه الى خانه 100 10ز عن وده يا أصدقائي شكل expanded form يعني زي ما قلت بنفك الرقم أو بنوسع الرقم وبنحط يا أصدقائي في خانة ال بنحط زيرو زيرو عندي في خانة اللي هي tens بيبقى فيها زيرو وان زيرو يعني زيرو واحد أما عندي في خانة ال طبعا مش بيكون فيها أي زيرو. طب يلا يا لأ أصدقائي نشوف الأكتيفيتيز مع بعض، نشوف الأشرطة مع بعض، هنا عندي بيقول: "Write أكتب each number، كل رقم in its expanded form as example" هنا زي ما شايفين عندي أول حاجة جايب 234 دي يا دي أصدقائي زي ما قلنا بالظبط دي اسمها ايه؟ standard form هو عاوزها نحولها لاكسباندد expanded form هنعمل ايه؟ هنا عندي الـ two دي موجودة عندي في خانة اللي هي الـ hundreds. يبقى هنقول ب 200 طب عندي 3 دي 3 دي, دي موجوده فين موجوده في تينز بليس في خانه اللي هي المئات يبقى بكام ب 30 يبقى نقول 200 بلس 30 بلس هنا عندي ال 4 موجوده في خانه ال 1 بكام ب 4 يبقى نقول 200 بلس 30 بلس 4 ده يا اصدقائي شكل المساله ناخد مثال كمان هنا عندي 513 يلا اصدقائي نعملها expanded form طبعا ده شكل ايه ده شكل standard form احنا هنعملها expanded form هنقول ال 5 دي اصدقائي موجودة في خانة ال hundreds بكام ب 500 يعني نكتب 5 ونحط جنبها 0 0 بلس هنا عندي ال 1 موجودة في خانة التنز 10 بكام ب تمام يعني بعشرة أو بتن بعشرة هنقول بلاس هنا عندي نمبر ثري موجود في خانة أو موجود في وانز بليس يبقى عندي بكام زي ما هي بثري يبقى هنا هنكتب ثري ناخد مثال كمان هنا عندي سكس هندردز اند سفينتي ثري هنا أصدقائي عندي ال 6 موجودة في خانة ال 100 بليس يبقى هنا هنقول بكام؟ ب 600 عندي هنقول بلس عندي هنا ال 7 موجودة في خانة ال 10 بكام؟ ب 70 يبقى هنا هنكتب أصدقائي 70 بعد كده هنقول بلس هنا عندي نمبر 3 موجود في خانة ال 1 بكام؟ طبعا زي ما هي ب 3 يبقى هنقول 600 بلس 70 بلس 3 دا شكلها اصدقائي expanded 4 ناخد مثال كمان 947 هنا عندي 9 موجودة في خانة الهندرز بكام ب9 هنا 900 بعد كده plus هنا عندي 4 موجودة في خانة التنز بكام ب40 plus هنا عندي 7 موجودة في خانة الوانز ب7 احنا كده اصدقائي بنعمل اكس form فورم طبعا الاول حاجه ده بيكون شكل اللي هو ستاندرد فورم احنا بنحوله لاكس expanded فورم يعني بنفكه زي ما شفنا كده اصدقائي بعد كده عندي يا اصدقائي ستاندرد فورم and وورد فورم هنا اصدقائي لازم في الاول نكون عارفين ان each نمبر كان be written in وورد فورم يعني ان كل رقم ممكن يتكتب في كلمة أو على شكل كلمة أو على شكل يعني كلمات هنا زي ما احنا شايفين يا أصدقائي في الصفحة اللي قدامي هنا عندي standard form زي ما قلنا يعني الرقم بشكله أو الرقم بذات نفسه أو يعني الصيغة القياسية للرقم هنا عندي standard form يعني مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 وهكذا ده بيكون عندي شكل standard زي ما اتكلمنا قبل كده عندي هنا شكل الورد يعني الكلمة دي او النمبر ده هنكتبه بايه بالليدرز بالحروف يعني هنا عندي ال هنكتبها يا اصدقائي بالكلمات هنا مثلا one عندي نكتبها o n e one عندي تو هنكتبها هنا تي دبليو o ده يا اصدقائي بيكون شكل الورد يعني هنا عندي النمبر بنحوله الى وورد بنحوله الى كلمات هنا عندي نمبر Three. زي ما شايفينها كده اصدقائي <applause> تي اتش ار دبل اي عندي الفور اف او يو ار فايف اف اي في اي سكس اس اي اكس هي دي كلها اصدقائي عندي ده اسمه وورد فورم ده اسمه وورد فورم يعني بنكتب النمبرز الارقام على شكل كلمات طبعا احنا لازم يا اصدقائي نكون عارفين كتابة الارقام from one to hundreds علشان نقدر نحل كل المسائل اللي من نوع ده تمام يا اصدقائي يبقى لازم نحفظ النمبرز الارقام from one to hundreds من واحد لمية ناخد مثال مع بعض يا اصدقائي هنا عندي activity عندي نشاط بيقول color لون the word form and the standard form of each number with the same color زي ما شايفين هنا عندي هنا عندي فيشز عندي اسماك هنا عندي number 11 عندي 19 عندي 30 عندي نمبر 2 هنا عندي نمبر 19 مكتوب زي ما شايفين قدر اصدقائي ده مكتوب بصيغه اللي هي ستاندرد فورم عندي 2 مكتوبه بصيغه الوورد عندي 11 مكتوبه بستاندرد فورم عندي اللي هي 30 مكتوبه بصيغه ستاندرد فورم طبعا هنوصل اصدقائي زي ما هو قايل الورد فورم هنوصلها بالستاندرد فورم هنا عندي اول حاجة ال11 مكتوبة بصيغة اللي هي الورد فورم هنحولها يا اصدقائي او هنوصلها بصيغة ستاندرد فورم زي ما شايفينها كده اصدقائي اهي او هنلونها بنفس اللون تمام عندي هنا 19 موجودة بصيغة اللي هي الورد فورم احنا هنوصلها او هنلونها بنمبر 19 اللي موجود فوق مكتوب بصيغه اللي هي قلنا عليها ستاندرد فورم عندي هنا نمبر 30 او عندي هنا نمبر 30 مكتوب بصيغه اللي هي وورد فورم هنوصلها يا اصدقائي طبعا بالصيغه اللي هي ستاندرد فورم عندي اخر حاجه نمبر 2 عندي هنا موجود بصيغه اللي هي ستاندرد فورم هنوصلها احنا بورد فورم اللي هي نمبر اللي هي مكتوبه 2 تي دبليو او وكده أصدقائي أنا خلصت معاكم شرح standard form expanded form and word form يارب يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم لايك وشير وما تنسوش في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد